كلمة الآن لفضيلة الشيخ الدكتور مجدي بدران وكيل أول وزارة الأوقاف بالشرقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله. يا رب اسمع يا عم وصلى على سيدنا النبي الله يخليك. خمس دقائق مش هنطول عليكم كده، بس صلى على سيدنا النبي، بلاش الهرج والمرج ده. لما تكون في حضرة كلام سيدنا النبي تسمع وتتعلم. يا رب ارحم أمواتنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وكن معنا ولا تكن علينا وعز الإسلام والمسلمين وارفع بفضلك يا ربي كلمتي الحق والدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ثم أما بعد، أحباب رسول الله، أيها الجمع الكريم، بداية نهنئكم ببناء هذا الصرح، ونتمنى من الله عز وجل أن يعمر بالإيمان وبالصلاة وبالذكر وبالصلاة على رسول الله. كما في البداية نرحب بالنائب العقيد المحترم أحمد بك عبد الجواد، ونهنئ أهل منيا القمح جميعاً بوجود نائب مثل هذا النائب، لأنني تعاملت معه على القرب. وأهم شيء يا جماعة، بعد ما تصلي على سيدنا، المصداقية في الكلام، إنك تكون صادق. فضيلة الشيخ لما اتكلم اتكلم عن حب الأوطان. مين اللي هيحب وطنه؟ المؤمن الصادق. مش أي حد هيحب الوطن، ولا أي حد هيخاف على الوطن. اللي هيخاف على الوطن وهيحب وطنه هو المؤمن الصادق. وفي عجالة هذكر لك صفات المؤمنين. ازاي تعرف ده مؤمن ولا منافق؟ تعرف مؤمن ولا مسلم؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا في الحديث، لما سئل النبي، وسيدنا النبي لما كان بنسأل كانت الصحابة بتسأل سيدنا النبي عشان التعاليم دي توصلنا إحنا، عشان إحنا نتمسك بيها.
يا رسول الله، أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم، ممكن يكون جبان. تعليم محمدي. يا رسول الله، أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم، ممكن يكون بخيل. يا رسول الله، أيكون المؤمن كذاب؟ قال لا، مش ممكن يكون مؤمن وكذاب أبدا. الكذب صفة من صفات المنافقين. لما تلاقي واحد فهلاوي في الكلام وبيكذب عليك في الكلام، يدي لك مثلا معاد يقول لك هجيب لك بكرة الساعة 6، و6 دي تبقى الساعة مثلا 7 تاني يوم، اعلم تماما انه من المنافقين. لان سيدنا النبي قال في الحديث ايه؟ ايت المنافق 3، اي علمت المنافق ايه؟ 3. من بين الثلاثة ايه يا سيدنا النبي؟ اذا حدث ايه؟ كذب. فمش ممكن يكون منافق ومؤمن في آن واحد. يبقى احنا عرفنا لما يكون راجل صادق بيكون ايه؟ مؤمن. ولذلك سيدنا النبي لقب بالصادق الايه؟ الامين صلى الله عليه وسلم. المؤمن ساعة ما بيسمع الاذان بيلبي دعوة ربنا، الله اكبر، يترك ما في يده ويأتي الى المسجد. المؤمن اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بايه؟ بالايمان. انا بشوف عمنا الشيخ رايح على المسجد وجاي من على المسجد، وعمنا الحج بيسمع الاذان يجي يلبي دعوة ربنا ويصلي، اعلم انه من الايه؟ من المؤمنين. بس مش اي صلاة، اسمع يا عم، مش اي صلاة. الصلاة اللي من لمين؟ لمين يا عم الحاج؟ لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله، مش لبشر. ما في ناس بتأتي للمساجد وبتصلي مظهرة، وفي ناس بتجي للمساجد تعبانة من بيوتها عشان تطلع الطاقة اللي عندها في المساجد. يا عمي لما تأتي لبيوت الله اترك الدنيا بما فيها ومن فيها، ودائما قول يا ايه؟ يا رب. اقرب ما يكون العبد لله وهو ساجد بين يدي الله. ده سيدنا النبي اللي جاء. انت عايز ربنا يستجاب منك؟ انت عاوز ربنا يسمع لك؟ صلي باخلاص، اسجد لله باخلاص. اقرب من يكون العبد لله وهو ساجد، نجي ربنا وقول يا رب، هيقول لبيك يا عبدي. سيدنا النبي لما كان بيشتد به الحالة ويشتد به الأزمات كان بيعمل إيه؟ كان بينادي على بلال ويقول له يا بلال أرحنا بها يا بلال، بالصلاة. لا راحة إلا في الصلاة، ولا راحة إلا في القرب من الله. خليك كده تعبان من بيتك، تعبان من ابنك، تعبان من زوجتك، تعبان من جارك، تعبان من اي شيء، وتوضه وتقرب لربنا وقول يا رب، هتلاقي نفسك ارتحت. هتبعد عن ربنا، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ايه؟ ضنك. ضنك في المعيشة، وضنك في الاولاد، وضنك في الزوجة، وضنك في العمل، وضنك مع الناس، والناس مش بتحبك. انت عارف ليه؟ عشان انت بعيد عن ربنا. لو اتقربت لربنا الناس هتحبك، وربنا هيحبك. ده ربنا اللي قال
بتكرهني ليه؟ الناس حقد عليا ليه؟ ما في ناس بتقول كده. انت عارف ليه؟ عشان انت بعيد عن ربنا. ده ربنا اللي قال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ايه؟ ودا. الناس اللي امنت وعملت صالح ربنا هيجعل لها وداد، وداد ما بين العبد وبين العباد وبين العبد وبين رب العباد. لو انت مع ربنا، وفي الحديث اذا احب الله عبدا امر الملائكة في السماء. شوف حب ربنا، دور على حب ربنا يا اخي، يا اخي تقرب من ربنا. يأمر الملائكة في السماء أن تنادي إن الله سبحانه وتعالى أحب عبده فلان فأحبوه، فيوضع له القبول بين أهل السماء. أنت هتخش فيها دية؟ الناس تشوف مثلا واحد زي أحمد بيه، ولا واحد زي محمد بيه سليم، الناس الطيبة دية، ولا الناس الطيبة اللي زي حالتكم كده اللي وجوهها نظرة ووجوهها منورة، الناس بتحبها. يقوم يقول لك يا أخي الناس بتحب الرجل ده ليه؟ قال انت يا أخي هتتدخل في أمر ربنا؟ بتحب عشان هو ربنا بحب. ربنا اللي وضع الحب في قلوب العباد، ده ربنا اللي نادى وأمر الملائكة تنادي في السماء، ثم ينادي الملك في الأرض يا أهل الأرض إن الله أحب عبده فلان فأحبوه، فيوضع له القبول بين أهل الأرض. واحد لسه ما تعملتش معاه خالص ولا شفته، وساعة ما يخش عليك كده ترتاح له من إيه؟ من الله. قلوب العباد بين إيه؟ أصبعين من أصابع الرحمن بيقلبهما كيف يشاء. الثاني بيخش عليك ساعة مش عمل فيك حاجة خالص ولا بينك وبينه معاملة، بس ساعة ما يخش عليك كده تبغضه. طب ليه؟ ايه اللي خلاك تبغضه؟ عشان هو معرض عن ذكر الله، عشته ضنك، بعيد عن كتاب الله، بعيد عن سنة سيدنا النبي. يا جماعة عاوزين نتقرب إلى الله، نتقرب لربنا بالإيمان. الناس عمالة تشتكي الحالة وعمالة تقول لك الأسعار والحالة غالية. يا عمي والله اسمع يا حبيبي، ثانية وحنخلصها، ثواني مش هنكتر عليك، أنا عارف أن أنت جعت وحنسيبك تتغدى. صل على سيدنا. سيدنا النبي، أنا عايزك تقارن بقى بين النهاردة وبين أيام سيدنا النبي. الفقير فينا هتخش بيته هتلاقه عند التلاجة وعند التكييف، وبيفتح المروحة تجيب له هوا، ويفتح التلاجة يشرب مية ساقعة، والحمد لله من فضل الله. سيدنا النبي بيمر في شوارع المدينة في وقت الظهيرة، في وقت القيلولة، الدنيا حر، فجبلوا سيدنا أبو بكر الصديق، فبقول له سيدنا أبو بكر، أنت من الذي أخرجك يا أبو بكر في هذا الوقت؟ إيه اللي طلعك دلوقتي في الحر ده؟ فنظر لسيدنا النبي وقال له والله ما أخرجني يا رسول الله إلا شدة الجوع. شوف أبو بكر الصديق بيشتكي الجوع. أيوة يا أخي احمد ربنا، قول الحمد لله. بعد شوية قبل سيدنا عمر، ما الذي أخرجك يا عمر في هذا الوقت؟ قال والله يا رسول الله ما أخرجني إلا شدة الجوع. صحابة سيدنا النبي بتشتكي من الجوع يا أخي، وانت بتخزن الرز للعام كامل ومش عاجبك. نظروا لسيدنا النبي، يا رسول الله
وأنت ما الذي أخرجك في هذا الوقت؟ قال والله ما أخرجني إلا شدة الجوع. سيدنا النبي، فسيدنا النبي أخذ عمر وأخذ أبو بكر وراح لبيت أحد الأنصار، أكلوا هناك وشربوا، وبعد أن فرغوا من الطعام نظر لهم النبي، اسمع وحط تحدية 1000 خط. سيدنا النبي قال لهم إيه؟ والله لتسألن عن هذا النعيم، مجرد انك لو وجبة واحدة هتتسألوا عن هذا النعيم، فما بالك بقى في اللي راكب سيارات والسيارة فيها تكييف والدنيا بتلف حواليه، هتسأل يا حبيبي، هتسأل، انا عاوزك تفوق. كلما زاد النعيم زاد السؤال، هتسأل عن كل شيء. انت عارف الفقير، الفقير الراضي، انا عايزك ترضى. سيدنا النبي قال لك على الفقير الراضي هيخش الجنة قبل الغني بنصف يوم. بإيه؟ نصف يوم من يوم القيامة. بس الفقير اللي راضي وشاكر. فعلينا يا احباب رسول الله، انا مش عاوز اطول عليكم عشان برضو يعني نسيبكم كده. احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نهاية كلمتي اشكر من جاء بنا الى هذا المكان، اخونا الغالي احمد بيه عبد الجواد الذي وجه لنا الدعوة لكي نتشرف بحضرتكم، وأشكر الدكتور محمد سليم أمين حزب مستقبل الوطن بالمحافظة، وجميع الحضور والإخوة النواب حتى لا أنسى أحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا فضيلة الشيخ الدكتور مجدي بدران، وكيله أول وزارة الأوقاف بالشرقية.